إيمانا منها بإعادة سوريا أمنة مستقرة كما كانت، تابعت قواتنا المسلحة الباسلة ملاحقتها للإرهابيين المرتزقة. أتينا إلى هنا بناء على طلب المواطنين لتحريرها من العصابات ومن المسلحين والإرهابيين. القوات المسلحة مستمرة في تطهير المنطقة من فلول الإرهابيين حتى آخر قطرة من دماء كي تعود إلى سوريا الحبيب. العصابات الإجرامية المسلحة روعت المواطنين والأهالي واعتدت على منازلهم وممتلكاتهم، لكنها عجزت عن كسر إرادتهم في مواجهة الإرهاب والإرهابيين. Thank you.